عقل ظهر العملاق الذي يوجد في المياه العميقة بالبحر المتوسط يعد من أهم وأضخم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها في مصر حاليا باحتياطيات تبلغ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، فيما تصل استثماراته إلى نحو 12 مليار دولار ترتفع ل 15 مليار و 600 مليون دولار بنهاية أعمال المشروع، حيث صنفته الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بأنه من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم. التركيز الكبير على سد الفجوة ما بين الانتاج الاستهلاك والانتاج، لان طبعا كان في فترة وما زالت لغاية دلوقتي احنا عندنا هذه الفجوة في توفير الغاز، وبالتالي احنا بنسدها عن طريق الاستيراد، وبالتالي احنا استراتيجيتنا مبنية على ان احنا نسد هذه الفجوة وتعظيم الانتاج بعد ذلك علشان نوصل لكميات من الغاز تخلينا يتاح لنا الاستفادة منها في صورة صناعات تحويلية وصناعات القيمة المضافة. من هنا احنا حطينا بسرعة عدة مشروعات عجلنا بيها علشان خاطر تجيب انتاج بسرعة، في نفس الوقت حطينا مشروعات تانية وسهلنا للشريك بحيث ان هو يقدر يكون عنده فرص لعمليات البحث والاستكشاف. وكان من أثر ذلك زي ما بنقول هو أهم حاجة حصلت في الفترة فاتت هو كشف الزهر. من أثر هذه الاستراتيجية، من أثر المرونة والتوازن الاقتصادي في تحديد البنود المختلفة للتعاقد وتشجيع المستثمر والتسعير الخاص بالغاز. مع اكتشاف حقل زهر طبعا احنا صممنا على انه يتم الانتاج في اسرع وقت، رغم انه هو بالمعايير العالمية ان انت تقدر توفق خطة لعمليات الانتاج، ولا سيما ان حقل زهر موجود على بعد حوالي 200-220 كيلومتر من السواحل المصرية في البحر الابيض المتوسط، يعني على بعد كبير وعلى اعماق كبيرة من مستوى سطح البحر 2 كيلومتر مستوى سطح البحر، وبالتالي بتحتاج لإمكانيات واستثمارات كبيرة جدا. بالفعل احنا قدرنا نبقى مع الشريك الأجنبي نتفاوض معاه نحط خطة فعلا يعني محطوطة طبقا يعني ضغط الوقت جدا، بحيث ان احنا نقدر نوصل بيه الانتاج في اسرع وقت ممكن، ومراجعة كل البنود بتاعته علشان يبقى في الوقت نفسه اللي بيتم فيه عمليات التصميم في بعض المراحل بيتم عمليات انتاج لبعض المتعلقات والمنشآت الخاصة بالموقع، سواء فيما يتعلق بالمنشآت البرية لمحطة معالجة الغاز او فيما يتعلق باعمال الحفر البحري في البحر الابيض المتوسط في مكان الموقع. وتحطت الخطة على أساس أنه تتعمل على مرحلتين، الانتاج العام هيوصل ل 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم، وده هيكون جاي من خلال حفر 20 بئر انتاجي في منطقة زهر. العمل في مشروع تنمية حقل زهر يجري على قدم وساق، سواء في تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية وكذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل زهر ووضعه على خريطة الإنتاج وفقا للبرامج الزمنية المحددة لذلك. مرحلة أولى هيبقوا 6 أبار ومرحلة تانية 14 بئر. 6 أبار هم المرحلة الأولى اللي احنا شغالين فيهم، تم الانتهاء من الحفر البحري واحنا النهاردة في عمليات الانتهاء من استكمال اعمال المحطة المعالجة البرية اللي هتستقبل الغاز في المرحلة الاولى ومعالجته، ثم بعد ذلك بعد معالجته يتم ضخه على الشبكة القومية. احنا الحقيقة المعدلات اللي احنا شغالين بيها معدلات تعتبر معدلات قياسية عالمية تفوق اي معدلات في العالم، واحنا ان شاء الله المرحلة الاولى هتكون حوالي مليار لمليار ومتين مليون قدم مكعب في اليوم، والمرحلة الثانية هتدخل بعدها في منتصف عام 2018 إلى منتصف عام 2019 إن شاء الله، بحيث يستكمل الانتاج ويصل إلى أقصى وهو 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم. إحنا طبعا هنا بتتجمع كل القوى بتاعتنا
الخاصة بالأعمال الفنية والمقاولات الهندسية والاستشارات الخاصة بقطاع البترول المصري فيما يتعلق بكل الأعمال البرية وفيما يتعلق بالأعمال البحرية للمياه الضحلة. فيما يتعلق بالأعمال البحرية للمياه العميقة هنا بندخل مع شركتنا أو شريكنا في هذا المشروع شركة إيني والشركات العالمية الأخرى التي لها تخصص في هذا المجال وهي الأعمال تحت السطحية الأعمال البحرية العميقة ورؤوس الأبار والخطوط اللي بيتم مدها تحت الماء في الأعماق العميقة. وبالتالي يعني خلية نحلة بتشتغل سواء على البر أو في البحر. الأعمال الفنية الهندسية خلصت بالنسبة للمرحلة الأولى دي وكل عمليات المشتريات والتوريد كمان خلصت وإحنا حاليا في مراحل التركيبات النهائية بإذن الله لمحطة المعالجة. وطبعا إحنا عندنا إشراف تام, إحنا بنشتغل 24 ساعة وبحيث إن إحنا إن شاء الله نبقى عند الوعد بإذن الله والالتزام بأن إحنا ندخل كل الأبار بتاعت المرحلة الأولى اللي هم 6 أبار على الإنتاج ويستكمل إلى أن يصل إلى حوالي 1 لـ1.2 مليار أدم مكعب في اليوم. في نفس الوقت بالتوازي ندخل في المرحلة الثانية على طول لمجموعة 14 بئر الثانية وبالتالي تبدأ المرحلة الثانية. إحنا طبعا عندنا تركيز جامد في هذا المشروع وأهميته بالنسبة لنا الحقيقة مش بس لأنه هيساعدنا على سد الفجوة, أيضا علشان خاطر إحنا بنؤكد على إمكانية العنصر البشري المصري وكفاءته وإمكانياته وتصميمه على أنه إذا أراد أن يعمل حاجة قياسية هتتعمل ويعمل إنجاز هيتعمل بإذن الله تعالى. وإحنا طبعا كل ده بنعمله لحاجتين, سد الفجوة لاحتياجنا زي ما نقول, الحاجة التانية أن إحنا عايزين نقول إحنا نقدر نعمل الكلام ده, نقدر بالتالي نستجلب مزيد من فرص الاستثمار, مزيد من الشركات العالمية التي لم تعمل في السوق المصري من قبل فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف للبترول والغاز, ان احنا نقول لهم تعالوا احنا بنقدر نعمل مشروعات عملاقة وبنقدر ننفذها. وبالتالي ده هيكون عنصر مشجع ومساعد جدا على انه احنا نبص كمان للفرص المستقبلية الواعدة اللي لسه بتنتظر مصر إن شاء الله في عمليات البحث والاستكشاف. وكان لقصص النجاح التي تحققت مؤخرا أثرا كبيرا في إعطاء دفعات للشركات العالمية العاملة في مصر إلى مواصلة جهودها في استكشاف مكامن الغاز والزيت في مختلف مناطق مصر. فمصر أمامها الكثير من الفرص الواعدة لتحقيق نجاحات جديدة في استكشاف موارد الغاز الطبيعي والزيت الخام. علشان خاطر نساعد على تنمية وزيادة الاحتياطي الخاص بالثروة البترولية من غاز وزيت, علشان خاطر طبعا ان احنا نقدر ننميها ونقدر يستفيد بها الشعب المصري من ناحية ونقدر نزود بها صناعات القيمة المضافة والصناعات التحويلية لخير بلدنا ولشعبها ان شاء الله. وما زلنا مع الحديث عن حقل ظهر, حيث وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقا مع شركة إيني الإيطالية وأبستريم المملوكة لشركة روزنفت الروسية, تدخل بموجبه الشركة الروسية شريكا في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط من خلال شراء حصة نسبتها 30% من حصة إيني الإيطالية في منطقة الامتياز, وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1,125,000,000 دولار بالإضافة إلى منحة التنازل بقيمة حوالي 114 مليون دولار. كنا بادئين منطقة الامتياز دي اللي هي منطقة امتياز شروق اللي فيها حقل ظهر, كنا بادئين احنا ممثلين في من خلال شركة قبضة للغازات اللي هي إيجاز, والجانب الآخر الشركة الدولية اللي هي إيني إيطالية. بدأنا بعد كده بعد ما تم الإعلان عن الكشف وبدأنا في مراحل الحفر والإعداد لإنتاج هذا الغاز, بدأ يبقى في شركاء جدد علينا, فدخلت علينا بي بي بنسبة 10% من حصة إي إن آي أو من حصة إيني,
وهو النهاردة كمان اكتملت المستندات الخاصة بهذا التنازل من شركة ENI ب 30% أخرى لشركة روزنفت الروسية. يبقى احنا النهاردة معنا ثلاث شركاء كبار في هذا الامتياز، وبالتالي يبقى احنا هنا اللي انا عايز اقوله ان ده بيعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى بأولا الاستثمار في مصر في مجال البترول، وثانيا في الدخول في بصفة خاصة هذا منطقة الامتياز هذه وهذا الحقل بصفة خاصة. ده في حد ذاته لما بيسمع بره، لانه طبعا دي شركات عالمية ومختلفة، جنسيات مختلفة زي ما حضرتك شايف، إيطالية بريطانية روسية، وبالتالي دي بتدي في سوق البترول العالمي مؤشرات إيجابية بتقول انه يبقى في حاجة عندنا في مصر مشجعة ومحفزة وجاذبة، منها المناخ نفسه للاستثمار، والجانب الآخر هو مجال البترول والغاز وحقل زهر. يبقى احنا عندنا مؤشر او رسالة مهمة جدا بنرسلها للعالم لتنشيط وتحفيزهم وجذبهم لمزيد من الاستثمار وفرص التعاون وفرص البحث والانتاج في مجال البترول الزيت والغاز في مصر. زيادة استثمارات الشركات العالمية الكبرى في أنشطة البحث عن الثروات البترولية وإنتاجها سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري بشكل كبير من خلال دعم جهود وخطط زيادة الإنتاج والاحتياطي من البترول والغاز وتأمين احتياجات النمو الاقتصادي من إمدادات الطاقة. مشروعات الغاز الطبيعي التي تتحقق على أرض الواقع تؤكد بأن مصر جاذبة وبقوة للاستثمارات البترولية. أحمد أبو علم للتلفزيون المصري.